السيد الرئيس والجميع نساء ورجال الأمن أسرة الأمن الوطني سنة سعيدة بموفور الصحة والهناء والتوفيق. شكرا لجريدة أنوار بريس، وأنا بدوري أتمنى لكم سنة سعيدة لجميع الطاقم ديال الجريدة، وتمنيا لكم أيضا الصحة والعافية لكم ولذويكم والتوفيق في مهامكم الجسيمة. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس، شنو هي الاجراءات اللي كاينه لهذ السنه لتامين احتفالات نهايه السنه في اقليم الحجب، ولا على الاقل مناطق تبع المنطقه الامنيه لاقليم الحجب؟ بالنسبه للتدابير والاجراءات الامنيه المتخذه على صعيد المنطقه الاقليميه للامن بالحجب، سواء على مستوى مدينه الحجب او مدينه عين توجطات، فهي ترتيبات امنيه اعتياديه دأبت المصالح الامنيه على اتخاذها بمناسبه كل راس سنه، وهاد السنه للمره الثانيه على التوالي تجف في اطار تمديد حاله الطوارئ الصحيه والاستمرار في ظل استمرار الجائحه. لذلك فإن هذه السنة أيضا أو هذا الحدث ديال السنة الميلادية يأتي مرة ثانية في سياق هذه الظروف الاستثنائية الخاصة بالجائحة. لذلك فالترتيبات الأمنية على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن بالحاجب وعلى غرار جميع المصالح اللامركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وتنفيذا للتعليمات ديال السيد المدير العام الوطني وكذلك تعليمات ديال السيد والي امن مكناس، مجموعه من الترتيبات وحزمه من التدابير الامنيه اتخذت على مستوى هذه المنطقه الامنيه. الهدف منها هو تامين ظروف او مرور هذه المناسبه في احسن الاحوال وفي ظروف امنيه جد ايجابيه. من بين هذه التدابير تم إقامة مجموعة من السدود ونقاط المراقبة بمداخل بمختلف مداخل مدينة الحجب وعين توجطات، والهدف منها هو المراقبة ديال جميع مستعملي الطريق سواء تعلق الأمر بدخول هذه مستعملي الطريق أو بخروجهم من المدينة، وكذلك مجموعة من الدوريات سواء دوريات محمولة على السيارات أو دوريات راجلة بالتنسيق مع عناصر ديال القوات المساعدة. الهدف ديالها هو ضمان واحد الانتشار واسع على مستوى الأحياء ديال المدينة، خاصة تلك التي تعرف حركة دائبة ديال المواطنين، وكذلك بالساحات العمومية والحدائق العمومية والمحاور الطرقيه بالمدينه من اجل تامين ديال هاد الحركيه وضمان الحريه ديال الحركيه ديال المواطنين، وكذلك من اجل زجر جميع الاشكال الاجراميه اللي يمكن تبان خلال هذه الليله. لذلك اذا هاد التدابير الامنيه الهدف منها هو الحفاظ على الامن والسكينه والامن ديال المواطنين والممتلكات ديالهم، وضمان المرور ديال هذه المناسبة في أحسن الظروف. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس، واش كاين شي تدابير جديدة مقارنة مع السنة اللي مضات؟ واش كاين شي حاجة جديدة؟ فعلا تمت مجموعة من التدابير الخاصة خاصة تلك المتعلقة بالحالة الطوارئ الصحية، وهذه التدابير الاحترازية الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية، ونحن إلى جانب المصالح الموازية نعمل على تنفيذها على أحسن وجه تنفيذا سليما. من بينها يعني المنع ديال هذه الاحتفالات الخاصة برأس السنة، سواء من خلال تلك الاحتفالات المتعلقة اللي تتكون على مستوى المؤسسات السياحية والفندقية، وكذلك الإغلاق ديال المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة 23 و30 دقيقة ليلا، اللي غنسهروا على التطبيق ديالو دائما بالتنسيق مع المصالح الموازية.
وكذلك المنع ديال التجوال الليلي ابتداء من منتصف الليل الى غايه السادسه صباحا من يوم 1 يناير 2022.